بسم الله الرحمن الرحيم. أجدني جدا سعيدة بمشاركتي وتواصلي عن بعد مع طلبة الدكتوراه الإنسان والمجال في العالم المتوسطي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، شعبة اللغة العربية. أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم ويسهم في تطوير البحث العلمي بكليتنا وبشعبتنا خاصة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور رئيس الشعبة محمد السيدي على جهده واجتهاده وعمله الدؤوب من أجل مصلحة الطلبة. وأتمنى أن أقدم عرضا مفيدا في الإنجازات البحثية وفي الأطراح العلمية الأكاديمية في محور المشروع وآليات الإنجاز. وقد اخترت أن أقدم في هذه المداخلة الحديث عن الإبستيمولوجيا وأسس البحث العلمي لكي أطلع الطلبة على بعض المفاهيم أو المقاربات الإبستيمولوجية في إنجاز البحوث، لأن معظمهم لم يدرس هذه المقاربات، وأنا أواكبهم وجدت أن جلهم اعتمد أو يعتمد المناهج الكلاسيكية، مما جعل أو يجعل من معارفهم معارف مشتركة أو ما يسمى عند غاستون باشلار وكارل بوبر بالمعرفة المشتركة، وسأتحدث عنها خلال هذا البحث أو هذا العرض، إضافة إلى ابتعاد جل الطلبة عن مجال بحثهم، بل أكثرهم يسجل بحثا في مجال معين ولا يعرف ما الأطروحة التي سيدافع عنها، فيشتغل وفق سياقات لا يعرف معناها ولا كيف ينجزها. لذلك سأحاول التركيز في هذه المداخلة على مجموعة من القضايا المرتبطة بتطور البحث في العلوم الإنسانية في علاقتها طبعا بالإبستيمولوجيا، بدءا من أهم الاتجاهات أو اتجاهات الإبستيمولوجيا المعاصرة من قبيل الإبستيمولوجيا التكوينية عند جون بياجي، والتحليل النفسي للمعرفة الموضوعية عند غاستون باشلار، والعقلانية النقدية عند كارل بوبر. وسأقف قليلا عند العائق الإبستيمولوجي وأهم عوائق البحث في العلوم الإنسانية، وكل ذلك انطلاقا من سؤال عام، هو هل أعاق الإشكال المنهجي تطور البحث في العلوم الإنسانية، وهل أثر ذلك في مخرجات البحوث العلمية الأكاديمية؟ وبعد ذلك سأنتقل إلى مفهوم الإبستيمولوجيا وإلى أسس البحث العلمي في علاقتها بالإبستيمولوجيا من خلال ثلاثة نماذج: النموذج الوضعي الوصفي، النموذج التفسيري، والنموذج البنائي أو ما يسمى بإبستيمولوجيا الفعل. ولربما وأنا أتحدث مع طلبتي قد يتساءل بعضهم ما الإبستيمولوجيا التي أريد الحديث عنها. الجواب يتلخص في كونها أبحاث معرفية تحوي نظرية المعرفة، مناهج العلوم، أسس المعرفة من زاوية علمية معاصرة، أي من خلال المرحلة الراهنة لتطور الفكر العلمي، أو كما أطلق عليها البعض علم المعرفة التي تختص ببحث العلاقة بين الذات والموضوع. لأننا جميعا نعلم أن الباحث يبحث ويبني أطروحته من خلال نشاطه العلمي والذهني، وهذه هي الإبستيمولوجيا. ثم البناء الذي يعتمده بواسطة هذا النشاط هو ما يسمى بالإبستيمولوجيا أو بعلم المعرفة. يمكنني الحديث عن الإبستيمولوجيا فأقول هي نظرية علمية في المعرفة تتلون بلون المرحلة التي يجتازها العلم في سياق تطوره ونموه عبر العصور. مثلا نلاحظ أن نظرية المعرفة الكلاسيكية تعتمد على وسائل تقليدية
ويغلب عليها الطابع التاريخي، في حين تتصف نظرية المعرفة العلمية والإبستيمولوجيا بالنزعة الموضوعية، وهذا ما سنراه مع غاستون باشلار. إذا بعد هذه التوطئة والتعريف لمفهوم الإبستيمولوجيا، سأتحدث عن أهم الاتجاهات الإبستيمولوجيا المعاصرة، وسأقف عند الإبستيمولوجيا التكوينية عند جون بياجي. هذه المعرفة أو الإبستيمولوجيا تدرس مشكل المعرفة في الممارسة العلمية بعيدا عن النظريات الكلاسيكية التقليدية. بمعنى آخر، الإبستيمولوجيا التكوينية هي أن يحدد الباحث نوعية الأسئلة والمشكلات المعرفية التي ينبغي دراستها وحصر مجال موضوعها، لأن جميع القضايا العلمية المبدئية قابلة للمراجعة والتصحيح، وليس هناك قضايا فارغة من المعنى، بل هناك قضايا فقط فارغة من المعنى الحالي الآني، بمعنى أنه قد يأتي يوم يكشف فيه العلم عن معاني هذه القضايا، لأن المعرفة كما قلنا ليست نهائية بل هي نامية ومستمرة. نلاحظ في هذا الصدد أن بياجي ركز على دراسة العلاقة بين المعرفة والنمو السيكولوجي للمفاهيم الفكرية كمبدأ الهوية، عدم التناقض، الزمان، المكان، السببية. ثانيا، التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية عند غاستون باشلار. ونعلم جميعا أن باشلار هو صاحب كتب من بينها صاحب كتب كثيرة، من بينها تشكل الفكر العلمي، شعرية المكان، وشعرية أحلام اليقظة. وكتاب أحلام اليقظة يعني ركز فيه أو دعا فيه إلى التخلص من جميع القيود التي تحد الباحث من تذوقه للإبداع عموما بطبيعة الحال، وللشعر خصوصا. إذا نلاحظ أن نظرية باشلار تتميز بسعيها التطابق مع الواقع، أي بعلاقتها الجدلية بالواقع. وإن المعرفة التي يقصدها هي تلك التي ترتبط بالشرح. وفي هذا الإطار ركز باشلار في مؤلفاته على موضوعين أساسين، هما نظرية المعرفة العلمية والنزعة الشعرية المقترنة بالتحليل النفسي. فالموضوعان في رأيه متقاربان أو مترابطان، لأن ما يكشف عنه التحليل النفسي من تمثلات لرغبات الباحث هو ما يكشف عنه العلم. ولو أن النظريات العلمية في بعض الأحيان تضعف النظريات الفنية المتجلية في الشعرية أو ما يخص الإبداع الشعري. إذا باختصار، الإبستيمولوجيا البشلارية تستلزم النظر إلى المعرفة من زاوية تطورها في الزمن، أي بوصفها عملية تطور ونمو متصلة، وتستقي موضوعاتها ومسائلها ومناهجها من العلم ذاته. ومن المشاكل التي يطرحها تقدم العلم على العلماء المختصين، ولعل سمتها الأساس هي اهتمامها الكبير بجوانب النقص والخطأ والفشل في حقول العلم أو في حقول المعرفة. ونحن نتحدث عن غاستون باشلار، دائما نستحضر ما جاء به من عوائق أو القطيعة الإبستيمولوجية، فهو دائما يتحدث عن تطور العلوم ويأتينا بالعائق. فما مفهوم العائق؟
بطبيعة الحال نلاحظ أن الباحث أو أن المعرفة العلمية لا تبدأ من الصفر، ولكنها تصطدم بمعرفة قبلية سابقة أو مبدئية، وهذه المعرفة قد تكون عائقا بالنسبة للباحث. إذن هنا أريد أن أشرح مفهوم العائق عند باشلار. هل العائق يمنع الفكرة من التطور حسب باشلار؟ هنا نقول إن باشلار وضع العائق في إطار المنهج الذي اقترحه لفهم تاريخ العلوم في حقيقته وواقعيته ضمن كتابه تشكل الفكر العلمي، إذ رأى أنه لا يمكن أن نجد أي ترابط أو تواصل بين القديم والجديد، أي بين ما هو بسيط وما هو مركب. باشلار يرى أنه لابد من وجود التطور، فهو دائما يجد لا يمكن أن يجد أي ترابط أو تواصل بين القديم والجديد، بين ما هو علمي وغير علمي، فهو يرى أنها عوالم من الأفكار كل منها غريب عن الآخر، والقطيعة الإبستيمولوجية بهذا المعنى خاصية نوعية لتطور العلوم. فهو يرى أن قطيع الإبستيمولوجيا أو العائق الإبستيمولوجي هو الذي يسهم في تطور العلم والمعرفة. يقول في هذا الصدد إن العائق الإبستيمولوجي يوجد في صميم عملية المعرفة، إذ يبرز في الشروط النفسية للمعرفة تبعاً لضرورة وظيفية بمجرد قيام العلاقة بين الذات والموضوع. ففي بعض الأحيان يمنع العقل العلمي الباحث من تكوين رأي حول قضايا لا يفهمها وحول قضايا لا يحسن صياغتها بوضوح، وهذا هو المعنى الحقيقي للمشكلة، وهو الذي يعطي للعقل العلمي الحقيقي طابعه. فبالنسبة إلى العقل تعتبر كل معرفة جوابا على المشكلة، وهذا نحن نعتمده كثيرا في البحوث. فإذا لم تكن المشكلة لا يمكن أن تكون المعرفة علمية. وبهذا المعنى يرى أن العائق لا يقوم بوظيفة سلبية دائما، بل قد تؤدي أدوارا إيجابية في تقدم أو بل قد يؤدي أدوارا إيجابية في تقدم العلم والمعرفة. ومنه فلا يمكن الحديث عن تطور للفكر العلمي بدون وجود العائق أو العوائق. يقول في هذا الصدد ففي صميم فعل المعرفة بالذات تظهر التباطؤات والاضطرابات بنوع من الضرورة الوظيفية. إذن هنا لا يعني من الناحية الوظيفية قد تظهر للباحث بعض الانتكاسات أو بعض التباطؤات في الاستمرارية البحثية. وفي هذا الإطار أرى لزاما أن أقف عند بعض أصناف العوائق عند باشلار، وسأبدأ بعائق المعرفة العامة أو ما يسميه بالتعميم المتسرع والسهل، ويتجلى في تداخل بعض الظواهر، وهذا التداخل يؤدي إلى ما يسميه بالتعميمات الزائفة. وفي هذه الحالة يجد الفكر نفسه متسرعا نحو تعميمات سهلة تدفعه إلى إصدار معارف غير موضوعية. وقد نعته باشلار بالعائق المعيق لحركته ولغيره يقول في هذا الصدد ما من شيء عمل على كبح تطور المعرفة العلمية كما فعل المذهب الخاطئ للتعميم. ويقول كذلك إن الفكر الذي يجعل من هدفه أن يوحد تفسير الظواهر وأن يقدم معرفة عامة فيعطي الأولوية للتعميم دون مراعاة اختلاف الظواهر يجعل من سعيه هذا عائقا إبستيمولوجيا. وهنا سأتحدث عن سقوط الأجسام عند نيوتن، ففي رأيه أن الأجسام تسقط في فراغ وفي سرعة موحدة دون أن يميز بين هذه الأجسام، هل هي الأجسام الصلبة أم الخفيفة إلى غير ذلك. أنتقل إلى عائق الرأي أو الاعتقاد الشخصي.
وهنا نجد أن باشلار يتحدث عن الموضوعية، إذ يرى أن المعرفة العلمية ليست رأياً أو وجهة نظر شخصية، وحتى حين يتفق الرأي مع المعرفة العلمية فإنه يكون على أسس مختلفة من حيث منفعتها وقيمتها العلمية. يجب أن تكون المعرفة العلمية ضد الرأي الشخصي من أجل تأسيس الأفكار العلمية على أسس موضوعية. ثالثاً، عائق التجربة الأولى أو العائق الحسي. يرى باشلار هنا أن التجربة الأولى لدى الباحث تحدث في الملاحظة الأولى لموضوع بحثه والارتسامات التي يطلقها على موضوعه. يقول إن الوقوف عند التجربة الأولى المتمثلة في الاتصال الأول بالموضوع تعتبر عائقا معرفيا بطبيعة الحال الموضوعية، فكل معرفة علمية هي تحديد أول للمشكلة أو لمشكل معين يعمل الباحث على الإجابة عنه، ولكي يتم أو تتم الإجابة بطريقة معقلنة لا بد من تجاوز التجارب الأولى الخاصة بموضوع الدراسة. ثالثا، العائق اللفظي. نلاحظ أنه يقول في بعض الأحيان يستعمل الباحث بعض الألفاظ خارج سياق البحث فتصبح دالة على أشياء خارج دلالتها الأصلية، مما يجعل استعمالها مبهما وغير واضح فتعيق الفهم الصحيح للمعنى المراد. رأينا الإبستيمولوجيا التكوينية مع جون بياجي، ورأينا الآن التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية عند غاستون باشلار، وسأنتقل إلى العقلانية النقدية عند كارل بوبر. اخترت كارل بوبر لكونه من أهم وأغزر المؤلفين في القرن العشرين في فلسفة العلم. نلاحظ أن بوبر حصر مهمة الإبستيمولوجيا في مشكلة أو في دراسة مشكلة نمو المعرفة، لكنه رفض أن تكون انطلاقة هذه الدراسة المعرفة المشتركة، أي المعرفة العلمية التي تتعاقب فيها الاكتشافات حسب أهميتها وأفضليتها. ويرى أن الدراسة الإبستيمولوجية لا تقوم بدون مقاربة منهجية، فنجده اهتم كثيرا بالمعالجة المنهجية، فما يميز البحث العلمي في نظره هو منهجه أولا، وأن مهمة الإبستيمولوجيا تتجلى في تحديد القضايا الموضوعية القابلة للاختبار الموضوعي. إن المعرفة العلمية حسب بوبر ليست نهائية، بل إنها متطورة ومتقدمة ونامية عن طريق إضافات جديدة أو تصحيحات للماضي أو تعديلات أو تقويمات. إذن الآن رأينا أهم الاتجاهات المعاصرة في الإبستيمولوجيا، والآن سأنتقل إلى الإبستيمولوجيا وأسس البحث العلمي. أقول إذا كان هدف البحث العلمي هو إنتاج المعرفة العلمية، فإنني سأتساءل كيف ننجزه، ما أسسه، وما وضعيته الإبستيمولوجية، وكيف نثبت أن المعرفة المنتجة هي معرفة صحيحة ومتفق على علميتها. سأحاول في هذا الجزء تحديد أسس البحث العلمي وفق بعض النماذج المنهجية في ظل الإبستيمولوجيا، وأركز على الإبستيمولوجيا حتى لا أشتر وأعيد ما قيل في هذا المجال. صحيح إن مصادر المعرفة متعددة، قد تكون نظرية أو تطبيقية، فهناك الكثير من الكم العلمي الهائل حول مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها، إلى أن هناك القليل حول تعريفها. إذن كيف يمكن للمعرفة أن تنشأ؟ هل تنشأ عن طريق الفهم أو عن طريق التفسير أو عن طريق البناء؟
ما طبيعتها؟ هل هي موضوعية أم ذاتية؟ علمية أم غير علمية؟ بسيطة أم معقدة؟ ملائمة أم غير ملائمة؟ الجواب عن هذه أو عن كل هذه الأسئلة يتجلى من خلال الجدل القائم حول موضوعين أو مفهومين اثنين، مفهوم المعرفة ومفهوم العلم، كيف يتم الحصول عليهما؟ وهذا هو دور الإبستيمولوجيا. إن التفكير الإبستيمولوجي ضروري من أجل إضفاء صفة الشرعية والقبول على العمل البحثي ونتائجه التي يراد منها الوصف، الفهم، الشرح أو التوقع. ولابد للباحث أن يحدد المرجعية النظرية والفكرية التي تؤطره عند ممارسته أو عند ممارسة بحوثه العلمية والمعرفية. كل بحث لابد أن يركز على نموذج منهجي خاص به يستخدمه الباحث فيكون أساس بحثه. يستخدم منهجية معينة ويقترح نتائج تهدف التنبؤ، التقرير، الفهم أو الشرح. ومن بين هذه النماذج أذكر النموذج الوضعي الوصفي أو الرؤية من الخارج. إنه النموذج الأكثر استعمالاً في البحوث العلمية لأنه الأكثر واقعية، يسمى بنموذج النظرة من الخارج أو بإبستيمولوجيا الملاحظة. يقوم هذا المنهج على جملة من الأسس، من بينها يقوم النموذج الوضعي الوصفي على جملة من الأسس، ويمكننا أن نعتمد هذه الأسس في بحوثنا العلمية. ننطلق من فكرة أن المعرفة هي تجسيد للواقع، والهدف منها هو محاولة الفهم والشرح والوصف، ثم التحليل المحايد، أي أن نبتعد عن الذاتية كأحد شروط إنتاج العلم الموضوعي، أي الاعتماد على الموضوعية والعقلانية المنطقية في إنتاج المعرفة. الفرضيات وتكون واقعية مطلقة وكذلك محددة مختزلة تفيد التأكد أو التأكيد أو الرفض. النموذج التفسيري أو الرؤية من الداخل. إذا انتقلت من النموذج الوضعي الوصفي أو الرؤية من الخارج إلى النموذج التفسيري أو الرؤية من الداخل. ظهر هذا النموذج معارضا النموذج الوضعي الوصفي، وهناك من يجمع بينه وبين النموذج البنائي كما يسميه البعض بالوظيفي. من بين الأسس التي يقوم عليها البحث في ظل هذا النموذج فهم الواقع عن طريق التفسيرات التي يقدمها الباحث، لأن الباحث لا يسعى لوضع قوانين عامة للظواهر المدروسة، بل يسعى لفهم الحياة الملموسة ويحاول إعطاء تفسيرات ملائمة لها. ثانيا، عملية إنتاج المعرفة تمر عبر فهم المعنى الذي يقدمه الأفراد للواقع، وبالتالي لا يتعلق الأمر بشرح هذا الواقع بل يفهمه عن طريق التفسيرات التي يقدمها الأفراد. ثالثا، قابلية التغيير الظرفي للعلاقة بين السلوكيات والمعاني، فالظرف يؤثر على المعنى المعطى وبالتالي ينبغي مراعاته. رابعا، فرضياته نسبية. خامسا، يعتمد على الذاتية كطريقة للدخول إلى التنظير العلمي الذي يتشكل عن طريق التقارب مع الأفراد ومع الحالات المدروسة. ثالثا، النموذج البنائي أو ما يسمى بإبستيمولوجيا الفعل. حسب هذا النموذج فالأفراد يشكلون واقعهم الخاص بهم، أي أن الواقع المدروس يتبع الطريقة التي ينظر بها الفرد، فكما يفكر الفرد بالنسبة لعالمه ولحياته يؤثر ذلك على تصرفاته وردود أفعاله. إن التحدي يكمن هنا في نجاح الباحث في فهم الظاهرة المدروسة حسب وجهة نظر الأفراد محل الملاحظة، ومحاولة اكتشاف الأشكال المشتركة للفهم بينهم. فالمعرفة تتشكل بتداخل الباحث مع موضوع البحث، لأن العالم مشكل من عناصر شخصية، اجتماعية، ثقافية، وتبقى المعرفة هنا نسبية وليست مطلقة.
وأخيرا يمكن القول إن إشكال الإبستيمولوجيا في ارتباطها بأسس البحث العلمي يتجلى في المعرفة المرتبطة بالفهم والنقل الجيد لها واعتماد طرائق جيدة تستجيب للمنهج المعتمد في البحث والمصادر الموثقة والفهارس المرتبة وغيرها للوصول إلى المادة العلمية المتوخاة من البحث. كل ذلك يتم بانتقاء الباحث لأدوات البحث الجيدة والأدلة المذيلة بالشرح والمقنعة بطبيعة الحال، لأن ما يفصل بين المعارف العلمية هو الشرح بالأسباب من حيث ارتباط السبب بالمسبب وتقرير الدليل لإثبات المدلول في الظواهر المعرفية. وشكراً.